دولة تعود دولة قوية رغم العقوبات ورغم اللي بيتم من جانب العالم الغربي معاها. شوف، الاتحاد السوفيتي تحلل في أول يناير 92، وانطلقت 16 جمهورية كل في طريقه. روسيا الاتحادية تعرضت لهذه الهزة على مدى 30 سنة. جالها الرئيس بوتين اللي بيقول انه سوف نستعيد اليد المسيطرة الروسية وكل أراضي امبراطورية، بيتكلم عن امبراطورية، كل أراضي تنازلت روسيا عنها يسكنها روس يتحدثون الروسية يجب أن تعود إلى. أنا عاوز أقول لك إنه اللي حصل في 24 فبراير هو عملية كبيرة جدا جدا جدا. هذه العملية كانت ترى انه هناك مواجهة قادمة لمدة 50 سنة قادمة ما بين العالم الغربي المهيمن والبزوغ الصيني اللي بيقوده حزب من 100 مليون وشعب من 1.4 مليار. فآجي مواجهة قادمة. روسيا بتنظر إلى نفسها ثم ما نحن، ما دورنا؟ روسيا في الجهد الذي بوزل، ولافروف ما بينكرش، لافروف بيعلن على الملأ بيقول إنه هذه المواجهة قادمة ويجب أن يتغير ما بيقولش بقى النظام الدولي، يتغير موازين القوة أو موازين القوة بالشكل الذي يحفظ لروسيا دورها وتأثيرها. المواجهة المحتدمة على الأرض في أوكرانيا هي الكفيلة أن تكشف هل هذه الرؤية الروسية على مدى زمني سوف تتحقق أم سينجح العالم الغربي في إجهاضها، تأمينا لألا تكون روسيا طرف داعم للصين في المواجهة القادمة. هل الرئيس بوتين يتخلى عن أي قطعة أرض أخذها؟ الرئيس بوتين هو اللي يقرر. أنا ما لا قراءة حضرتك للمشهد. هو أنا قريت أخبار على سبيل المثال امبارح وأول امبارح أنه روسيا تقدم جوازات سفر روسية إلى الكثير من المواطنين الأوكرانيين المتحدثين للغة الروسية في جنوب شرق. وشرق أوكرانيا. عشان كده بقول لك الوضع شائك جدا، حساس جدا، سيستمر معنا لفترة ممتدة، لأن المواجهة القادمة بين الصين، وبقول لك المواجهة بمعنى عسكرية، مواجهة مش عسكرية بقدر ما حشود واحتدام وقوة وشحذ موارد